التقى لواء ركنز مشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في العاصمة لندن بالسيد كونرو بينز وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة جرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية للمملكة المتحدة بحث سبل تعزيز التعاون انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث اشاد سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي بعمق العلاقات الثنائيه والتاريخيه التي تربط مملكه البحرين والمملكه المتحده